طيب سؤال مهم تاني، سؤال مهم تاني. الماكسيمم اريا ستيل في العمدان، في الاعمده، والمينيمم اريا ستيل، ده سؤال برضو مهم. نسبه التسليح الماكسيمم، مش احنا قلنا اريا ستيل دي 1% من القطاع؟ مش احنا قلنا اريا ستيل واحد، احنا بناخدها 1%. طيب هي المينيمم كام؟ 8 من 1000. 8 من 1000 ده المينيمم، 8 من 100 ده المينيمم. طيب الماكسيمم احنا قلنا ممكن ناخدها 1.5، ممكن ناخدها 2. طب 3 تنفع؟ 4 تنفع؟ 5 تنفع؟ لا. ليه؟ لان العمود الوسطي اكبر اريا ستيل مسموح فيه كام؟ 4%. الطرفي كام؟ 5%. الركني كام؟ 6%. ده سؤال مهم، تمام. فائده الكانات، الماكسيمم اريا ستيل في الاعمده، انا مسجل لكم البتاع ده اصلا. لو العمود عمود ركن، تبقى الماكسيمم فيه 6%. لو العمود جانبي يبقى الماكسيمم فيه 5%. لو العمود وسط يبقى الماكسيمم فيه 4%. المينيمم بقى 8 من ال1000 من القطاع. 8 من ال1000 من القطاع. القمر 11 على ايه فيلد في البي في الدي؟ هو قال على القمر 2. لا، 8 من 10 على 100 في ال 100. 8% ده رقم كبير جدا. 8 من 10 8 من 10 في ال 100 على 100 بس. 8 من 10 في ال 100 بس. ليه على 100 يعني؟ اللي هي يعني تضربوا الاريا في الكونكريت في 8 من 1000 يا جماعه. 8 من 10% ده المينيموم، الماكسيمم 4%. الكنات، فايده الكنات، اول حاجه انها بتحافظ على سياخ الطوليه، ماشي، انها ايه ما يحصلهاش انبعاج. لو مفيش كنات السيخ الطولي هيحصل له انبعاج. الحاجه الثانيه ان هو ايه، ان هي بتمنع الاسياخ الطوليه من الحركه، لما بتربط فيها فبتمنعها من الحركه. بتحمل جزء من الاحمال الرئيسيه لو كان العمود ايه، دائري سبايرال. فاكرين العمود السبايرال القانون بي التيميت بتاعه بيزيد فيه جزء كده خاص بالاريا ستيل ايه، سبايرال، فاكرين؟ ولا انا بجد مش فاكر القانون انا كمان، تمام. هو سنه بحابب بره المشروع، وارد مثلا عمود، لا وارد المشروع. ما يعتبر كل دي هي دي اسئله كلها يعتبر بره المشروع. انا عمال اسالها دي يا فندم، الفحص ده كله بره المشروع. لا طيب تتحمل جزء من ايه، من الشير، العمود بيبقى عليه شير. وانا عندي 30 من عمود الشمع، هعمل ايه؟ وانت حضرتك قلت لي اعمل 4. لا، قلت لي اعمل 30 في 30 مربع، هو عامله دايره ليه؟ لو طلع كده خلي 6 في 12، ماشي. يبقى السؤال ده مهم، فايده الكنات، اهم حاجه عندي انها بتحافظ على الشيخ الراسيه اثناء الصب. الحاجه الثانيه انها بتمنع الانبعاج، انها بتشيل جزء من الايه، من الشير فورس اللي ايه، اللي على العمود، تمام. وضع الكنات احنا لسه متكلمين فيه، مش هنتكلم فيه تاني. كانت لها تصميم؟ لا، كانت لها تصميم في المفروض انها ليها تصميم في الشير وولز بس الكبيره، في المباني الكبيره ولها تصميم، لكن هي في الاخر بتصمم على الشير يعني. بدليل ان انتوا بتدخلوا في تعريف العمود، في جزء تحت في تعريف العمود في الاريا ستيل في التسليح بتاعه الشير. طب يا باشمهندس، ال 5 في 8 في الكام بتاعت العمود دي بتبقى فرق ولا دي منين؟ احنا دايما اريا ستيل للاعمده والمباني اللي هي مش معرضه الى احمال جانبيه عاليه بناخدها نسبه، انا مش فاكر النسبه كام، بس هي في الاخر المينيمم بتاعها 5.8. احنا عمرنا ما بناخدها 5.8، بناخدها 7.8. طب ليه كانت الشير 5.10؟ ايه؟ كانت الشير عشان يبقى في تناسب ما بين القطر، القطر القطر اللي احنا بنستخدمه. وبعدين الكانه بتاعه الشير وول بتبقى كبيره،
الحديد الاسبايرال ده اللي هو اللفه في الكنات ده صعب فرده في الحاجات الكبيره دي. طيب بسرعه كده، بسرعه لازم ربط كل سخين متتاليين، احنا قلناها مع بعض اهو ماشي. زاويه الكنه ان الكنه ما تكونش مفتوحه قوي، يعني يجب اقصى مسافه بين الكنات 15 مره قطر اصغر سيخ طولي. الحاجات دي مش هتسالوا فيها يعني، بس مش مشكله. طول ادنى ضلع في العمود 25 سم. اقل قطر مستخدم في الاعمده هو ايه؟ ربع القطر الايه؟ الاصلي. ربع القطر الاكبر سيخ. عشان كده دايما في الشير وولز، لان احنا بنكثف الحديد، فبالتالي لما تيجي تحسبي ربع اكبر قطر بيبقى مختلف عن العمود، عشان كده بنستخدم 10 مللي هنا. الكنات استمر الكنات العادية أو الحلزونية داخل الكاميرات يجب أن تكون الكنات الحلزونية أقل خطوة. البيتش اللي هي بتاعت السبايرال مش مهمة دي. يجب تكثيف. السؤال ده بقى مهم. ليه بنكثف في المتر الأول والأخير في العمود؟ السؤال ده مهم. لسببين. أولاً الشير اللي هو تركيز الإجهادات، إن بداية العمود ونهاية العمود بيبقى عليهم تركيز إجهادات. الاتصال بالكاميرات بيعمل تركيز للإجهادات حوالين العمود، فبيحتاج إيه؟ تكثيف للشير. حاجة تانية، صب العمود لما باجي صب العمود الخرسانة بتعمل ضغط كبير، فتكثيف الكناة بيمنع الأسياخ إنها إيه؟ يحصل لها إيه؟ باكلينج. يبقى السببين الرئيسيين بسرعة أهو. ليه بكثف الكناة في المتر الأول والأخير؟ عشان تركيز الإجهادات، وعشان يقاوم الشير معايا، وعشان صب الخرسانه الاسيخ ما يحصلهاش الايه؟ من بعيد. تمام؟ ايوه. دي شكل كنات مش فارقه معانا قوي يعني. سؤال السؤال الغتيد. دكتور اكيد عارف. ما هو سنتر اوف ماس؟ دكتور محمود قال سنتر اوف ماس. ما هو سنتر اوف ماس؟ ببساطة شديدة بقى، سأل فيه؟ كويس. نركز مع بعض. سؤال ببساطة شديدة بقى. إجابة سهلة كده. السنتر أوف ماس هو مركز تجمع كتلة المنشأ، وهو المكان الذي تؤثر فيه أحمال الزلازل والرياح. لا، الزلازل بس أسف، مش الرياح. الرياح بتأثر في الوجه. يبقى هو مركز تجميع كتلة المبنى أو المنشأ، وهو المكان الذي تؤثر فيه أحمال إيه؟ الزلازل. فيها مشكلة دي؟ طيب ما هو سنتر أوف ريجيتيتي؟ هو مكان تجمع قوة العناصر التي تقاوم الأحمال، أحمال الرياح والزلازل. أو برضه بلاش الرياح، خلينا في الزلازل بس. يبقى هو ده المكان اللي بتتجمع فيه، اللي بتلتقي فيه، تلتقي فيه محصلة العناصر اللي بتقاوم. يعني ببساطة شديدة، مركز الكتلة المركز اللي بيحصل فيه أحمال الرياح في الزلازل. طب ومركز والسنتر أوف ريجيديتي أو مركز الجزاء، المكان اللي بيقاوم، يعني مكان بيأثر ومكان بيقاوم. يبقى سنتر أوف ماس مكان بيأثر، السنتر أوف ريجيديتي مكان بيقاوم. طيب هل احنا بنقول مثلا نوصل عمود عشان نغير أبعاده من دور للدور؟ السنتر اوف ماس يفضل ثابت من اول دور لاخر دور؟ لا، دي حاجه، والسنتر اوف ماس حاجه، والسنتر بتاع العمود حاجه ثانيه. يفضل ان سنتر العمود يكون ثابت من الاول للاخر، لكن لو القصات قص العمود هيحصل بتدريج كل دورين، فالتاثير بتاع السنتر بتاع العمود مش هيفرق كتير. لا، قليل جدا. يا باشمهندس، هو انا ليه بخصص العمود كل دورين؟ عشان بناء على انك انت عاوزه توفري تكلفه المبنى. مش الديزاين يا جماعه لازم يبقى سيف واكونومي. اي ديزاين في الدنيا لازم يبقى امن واقتصادي. فاذا كنتيش انت محتاجه القطاع يكون كبير، مفيش داعي تكبريه. ده السبب اللي احنا عشانه بنقلل. لكن هو ينفع اطلع العمود من اول لاخره؟ هو الكود بيقول كده. كود شرط في الكود انك ما تقللش الا كل دورين، وما تقللش اكتر من 10 سم في المره الواحده.
ده شرط في الكود يعني مش انا اللي مالفه. هو المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه ان ما يحصلش تقليل كبير يعمل مشكله في الحته اللي اختنا نوره بتسال عليها. ايه هو؟ سؤال لذيذ اهو. ايه بتقول ايه؟ بتقول انا عندي العمود طالع اهو والعمود تحته كان عامل كده صح؟ واللي تحته كان عامل كده تمام؟ طب فين سنتر العمود ده؟ سنتر احمال العمود ده هنا وسنتر احمال العمود ده هنا وسنتر احمال العمود ده هنا. ما انت كل ما بتقلل بتختلف السنتر بتاع العمود. ده صح كلام مظبوط لكن بنسبه قليله جدا. بس في الاخر عشان كده احنا ما بنقللش كتير طبعا. مبين ان انا مقلل هنا جامد يعني لكن هو الحقيقه احنا لا ده احنا بنقلل يعني 10 سم بس. وصلت؟ يعني لو عندي عمود 30 في 120 بس بتاخد 30 في 110 صح؟ اه. طب لو 40 30 في 40 ما يخسش خالص. لا لو 40 في 120 لما بيكون عمود عندي 40 او 35 ببدا اخس بالعرض عشان ده اللي هي مش فارقه بالمناسبه. عرض بس دي بس لا عرض بس مره واحده بس. يا عرض يا طول ما ينفعش اتنين مع بعض. يا عرض يا طول خمسه ولا الخمسه بس. في الطول بقلل 10 في العرض بقلل 5. مين اللي بيقلل؟ لا يبقى غلطان افتكاسه. طيب هل انا عندي شرط في الكود للسنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي؟ اه اشتغلنا عليه مع بعض ان لازم المسافه من السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي لا تزيد عن 15% من طول المبنى تمام. يبقى لازم السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي ما يزيدش المسافه بينه عن ايه؟ ده شرط برضو موجود فين؟ في الكود اللي بيقول لك ان المسافه لو هي دي السنتر اوف ايه؟ اوف ماس وهي دي سنتر اوف ريجيديتي. المسافه اللي ما بينهم دي لو احنا سميناها اكس اكس دي في الاتجاه ده لازم ما تكونش اكتر من 15% من الطول ده موازي. اه الطول الموازي لي تمام. انتوا ببساطه شديده لما تسالوا عليها سنتر اوف ماس مركز تجميع الكتله سنتر اوف ريجيديتي مركز المقاومه لازم المسافه بين السنتر اوف ماس سنتر اوف ريجيديتي لا تزيد عن 15% من طول المبنى. الاجابه دي فيها مشكله بس تمام كده. سؤال تاني برضو هيسالك انت بتخلي الاف سي بكام؟ هنقول والله البرامج بتشتغل بالايه؟ بالاف سي داش. والاف سي داش دي بتساوي كام؟ طيب انتوا ممكن يعني ان شاء الله ما يحصلش كده يعني ترسم لكم الكاميرا يقول لكم ارسموا المومنت عليها وفين الحديد الرئيسي. الحديد الرئيسي بيكون مع مين؟ مع المومنت. الحديد بيكون مع المومنت يعني انت ترسم الكاميرا وتقول الحديد الرئيسي هنا والحديد الرئيسي هنا كده معايا كده ماشي. بس يعني برضه بعيد السنه يعني. هو ده بقى اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه. هو ده بقى السؤال مهم. سؤال مهم امتى الحديد يكون كل الحديد الرئيسي على الكاميرا علوي؟ الله ينور عليكم. لو الباكيه صغيره او كانتليفر كبير. لو الكانتليفر كبير زي الحاله اللي قدامنا ده المومنت الطبيعي ان انا يكون عندي كانتليفر كده ان يكون عندي كاميرا كده فالمومنت يبقى عامل ازاي يا شباب؟ يبقى عامل كده وينزل يعمل كده صح. لكن لو انا عندي الحاله دي بقى ان المومنت الكانتليفر كبير قوي جه المومنت ايه هينزل ما لحقش ينزل راح جاي ايه مصفر هنا تمام. يبقى الحاله دي الحديد الرئيسي كله ايه مع المومنت علوي. طيب والكاميرا بقى اللي هي من هنا لهنا دي بتتسلح ازاي؟ الكاميرا دي تتسلح ازاي؟ سؤال برضو مهم. لو قلنا الحديد كله ايه؟ علوي. طب واللي هنا تتسلح ازاي؟ دبليو ال سكوير على 16. عشان عندي لو كاميرا سيمبل المومنت عليها كام؟ دبليو ال سكوير على 8. طب لو انا عندي كاميرا هتسلح مينيمم، المينيمم ده يتجاب ازاي هنا؟ دبليو ال سكوير على 16. تمام؟ في مشكلة كده؟ أنواع البلاطات كنا اتكلمنا برضو في الموضوع ده قبل كده. السؤال بقى مهم إمتى استخدم البلاطة سوليد سلاب؟
السوليد سلاب كنظام انشائي اوفر اوفر من الفلات سلاب يا شباب. السؤال ده مهم. السوليد سلاب كنظام انشائي اوفر من الفلات سلاب. اوفر بقد ايه؟ بحوالي 30%. ليه؟ لان الفلات سلاب شبكتين حديد، السوليد سلاب شبكه واحده، والكمرات بتعمل حوالي 20%، فالتوفير بيكون في حوالي في حدود 30%. الموضوع ده مهم تمام. لكن السوليد سلاب ليها مسافات معينه، ما يزيدش البكية فيها عن كام؟ عن 5 متر. 5 متر او المساحه تزيد عن كام؟ عن 30 متر او 36 متر، من 30 ل 36. في ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده. السوليد سلاب ما ينفعش تستخدم في حال وجود احمال حيه كبيره، في حاله المصانع او الجراشات او كده، يستخدم في حاله المباني السكنيه فقط تمام. ايه مميزات الفلات سلاب عن السوليد سلاب؟ ده سؤال برضو مشهور. سهوله الشده وسرعتها، وان هي ينفع احط حيطان في اي مكان، انا مش مرتبط بكاميرات احط، ما انتوا عارفين السوليد كل كاميرا كل حيطه لازم يبقى تحتها ايه؟ كاميرا. طب ينفع انا اجي لو انا المبنى ده، لو المبنى بتاعي ده عندي سوليد سلاب، ينفع اجي اعمل كاميرا في النص هنا؟ ما ينفعش. ايه؟ هتعمل ديفليكشن. تشرخ ممكن تقع. في السوليد. لو عندي كاميرا في السقف جيت اشيل الحيطه اللي تحتيها تقع. لا تشيلي عادي بس ما تحطيش. انت تشيلي اه ما تحطيش. تمام؟ الحديد التسليح ان اقل عدد في الامتار 5، اكبر عدد 10. الحاجات بقى دي احنا قلناها مع بعض اللي هي ال يعني اقل حاجه 5.8. اقل حاجه 5.8، ما ينفعش اقل من كده. السؤال ده مهم قوي. الحديد الثانوي يا شباب، ايه هو فائده الحديد الثانوي في السوليد سلاب؟ انا لو عندي بلاطه 1 واي، الاحمال كلها بتمشي ازاي؟ لو عندي بلاطه 1 واي بتمشي فين؟ في القصير. طب اللي اتجه الطويل عليه ايه؟ مش عليه حاجه. طب السؤال بقى بيسال، طب هو مش عليه حاجه بتحط في حديد ليه؟ عشان في جزء من الاحمال هيروح في الاتجاه الطويل، لكن انا ما عملتوش، انا ما فرضتوش. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه عشان يقلل الديفليكشن ويقلل الايه؟ الشرينكج. يبقى الحديد اهم حاجه عندي ان هو يقلل الديفليكشن، وان هو يقلل الشرينكج اللي ممكن يحصل، ويقاوم جزء من الاحمال. دي مهم. بص انا لو عندي بلاطه زي دي سوليد سلاب، الاحمال هتمشي ازاي؟ هتمشي كده، ونص يمين ونص شمال. ده افتراض عشان اسهل عرش التصميم، لكن هو الحمل مش حقيقي بيمشي كده، هو في جزء من الاحمال هنا هيمشي كده. يعني لو انا قلت ان ده السنتر كده، معظم الاحمال هتمشي كده. يعني معظم الاحمال هتمشي يمين وشمال، لكن الحقيقه ان في جزء قريب من ده هيمشي كده، وفي جزء من هنا هيجي عليها كده، لكن انا ما بعملوش ليه؟ عشان هو قليل اولا، وثانيا عشان اعرف اصمم. تمام؟ واصله دي ولا مش واصله؟ يبقى ده برضه سؤال من الاسئله المهمه. السؤال ده برضه، ايه الشوك دي؟ الشوك دي لما بيكون عندي كانتيليفر من ناحيتين، في ناس عندكم فيها رسومات، هيقوم جاي الدكتور رسم لكم رسمه زي دي ويقول لك الشوكه دي تعمل ازاي. الشوكه دي اسمها شوكه مروحه. ايه شوكه المروحه دي؟ لما يكون عندي كانتيليفر، بقول ان الكانتيليفر عندي يمتد الى مره ونص البحر، مره ونص البحر لما جاي مره ونص، اسف، طول الكانتيليفر. تمام؟ طب لو انا عندي كانتيليفر من ناحيتين، هعمل شوك يمين وشوك شمال، وعند الجزء المشترك هعمل فيه حاجه اسمها ايه؟ شوك ايه؟ مروحه. تمتد قد ايه؟ مره ونص برضه. تمام؟ يبقى ايه فايده شوك المروحه دي؟ لما يكون عندي كانتليفر ايه من ناحيتين. السؤال ده احنا جاوبناه، اللي هو القناه المغلقه وال ازاي نقاوم التورشن. برضه موضوع ايه؟ موضوع الاريا ستيل في الكاميرات. برضو انا شايف ان هو برضو مش ذو قيمه. شايفين دول؟ شايفين دول؟ هتعمل تعشيش. الله ينور عليكي.
احنا ناس جامدين، احنا ناس جامدين في الصلاه عندنا. خدوا بالكم من حاجه، انا انتوا ممكن حاجات بتضحكوا عليها بس ممكن ما تكونش في لوح كنتوا اصلا، يعني ممكن يكون هو بيسال حد جنبكم وحظكم كله اسود ان هو بيطلع الغلط عليكم. هو ليه بقى غلط عشان تعشيش، يعمل تعشيش طول تعشيش كامل. لا البنش، السؤال اللي احنا جاوبناه مع بعض، البنش هاو تو ريزيست بنش. ما انا عندك اصلا يعني عندي اعملي احسن. السؤال المهم الاخر، السؤال المهم الاخر، ليه بنعمل مارجنال بيم؟ ليه بنعمل مارجنال بيم؟ شباب يا نور، شباب ليه بنعمل مارجنال بيم حوالين الفلات سلاب؟ عشان عشان ايه؟ قوم ايه؟ تحزم المبنى، يقوي اطراف البلاطه، يقوم البنش مش التورشن. الدكتور صمم على الكنبه دي، انا ما فهمش حاجه غير انها تقوم. طيب بتقوم التورشن عشان خاطر ما نزعلش الدكتور، ولو في عندي حوائط فراغه بتشد. لا هو هي هو السبب الرئيسي فيها البنش. هي ممكن يكون في جزء من التورشن على البلاطه نتيجه ان هي على الحرف، وارد يعني. المبنى وكده قال في ايه انزعاج، هو وارد. طلع عندي مهندس في الارض قليل قوي، بس خليتها برده 25 في 60. بس خلاص هي بتقل. اقل بعد فيها كام؟ 25 في 60 اقل بعد. هو الكود بيقول ايه؟ ان اقل بعد للكاميرا المارجنال بيم ثلاث مرات السمك، ثلاث مرات سمك البلاطه. اقل بعد للمارجنال بيم، وده سؤال برضو من الاسئله المهمه، المارجنال بيم ليها شرط في السمك؟ ليها شرط في الدبس؟ ايه هو شرطها في الدبس؟ ثلاث مرات سمك البلاطه. يعني انا البلاطه عندي لو 20 تبقى 22 تبقى 70 هكذا بقى. تمام؟ 22 75. الله، شفت الحظ لما بيعمل عمايله. هم اروح بقى اصلح البلاوي دي. الحظ لما بيعمل عمايله. سؤال بعضكم سأله، ايه هي الفواتير؟ الفواتير كاميرا لازم سمكها يكون ثلاث مرات سمك البلاطه. بس ملهاش علاقه بالبيم. يا شباب يا لا، الفواتير ايه فايده الفواتير؟ سؤال مهم. الفواتير عندكم في اللوحه فيها فايدتها، ليه فايدتها؟ عشان تركيز الاجهادات حوالين الفتحات. الفتحات بيبقى عليها تركيز اجهادات. عشان اقوم تركيز الاجهادات اللي عامل الفتحات دي، طب جبت الكلام ده منين؟ من الكود. الكود بيقول كده، شايفين كده؟ طب انا احطهم في الفلات سلاب دول؟ اي فتحه حوالين الفلات، في الفلات سلاب مش عليها كاميرا؟ ما في فتحات عليها كاميرات ولا اي حاجه خالص، دي 100 100. ده الوضع المثالي. لكن انا المشكله عندي في الايه؟ تسلحها؟ لا لا، هي تفضل تكون 16. طبعا كل ما زود الكتر كل ما يكون احسن، بس هي تنفع 12 برضه. السلم السؤال المشهور للسلم، هو السلم بيتحمل ازاي وفين الحديد الرئيسي؟ ايوه، الحديد الرئيسي في السلم. نركز مع بعض. سلم زي اللي قدامنا ده، سلم زي اللي قدامنا ده كده. اعمل انا ايه؟ اخد اي شريحه انتوا عاوزينها، ياخد شريحه اللي طالع، ياخد شريحه اللي نازل، مش فارق معايا في الاخر الاثنين زي بعض اهو. تمام، في مشكله عندي كده؟ ادي العمود اهو اللي هو العمود ده، وادي العمود ده اللي هو العمود ده.
تمام. شكل المومنت اللي عليه عامل ازاي؟ ده شكل المومنت اللي عليه. تصليحه بيكون عامل ازاي؟ وده سؤال مهم برضه. تصليح السلم ممكن يجي يقول لك ارسم لي قطعه في السلم. ده من ضمن الايه؟ الاسئله المشهوره. هترسم لي قطعه في السلم ازاي؟ اهو. اول حاجه عندنا الحديد الرئيسي عندي فين؟ سفلي. الحديد الرئيسي عندي هيبقى طالع كده. اسال نفسي الزاويه منفرجه ولا زاويه حاده؟ او زاويه منفرجه. ما دام الزاويه منفرجه يبقى انا ينفع اقطع بالسيخ عادي. ده احسن وضع مثالي للحديد ان هو يتلف بالشكل ده كده. ممكن دي تنزل كده يا المفروض المفروض يعني 40 الفار لا 60 دي في الشد ماشي تمام. طيب انا لو عاوز يا باشمهندس انا لو عاوز افرد الكلام اللي انت هتطلعه ده افرده ازاي؟ سهل جدا اهو شايفين ايدي عامله ازاي؟ هو الحين اتفرج كده. دي اسهل طريقه للتسليح عشان ما يتعبوش نفسهم. طيب العلوي عندي حديد علوي هنا. شوف كده. بعدين بعمل حاجه اسمها ايه؟ المفروض انا عندي درجه. اسهل طريقه برضه تعمل كده كده دي اسهل طريقه رسم السلم بس تسمه الوضع ده كده. السلم ده 1 في 10 وده 5 في وده 5 و 3 في 8 زي ما تطلع. ايه انا استنى غلط انا في قطعه كده مش مهم سؤالي بتسمحي لي. خلينا بس مع بعض دي انهي حاله يا شباب؟ دي انهي حاله؟ دي انهي حاله؟ حالة ان انا عندي السلم بتاعي بالشكل ده. طيب لو انا السلم بتاعي زي مثلا سلم ناس كتير كده عبارة عن كور عبارة عن كور وعندي هنا سلم كده اول درجة بادئة عندي من هنا كده ادي الكور بتاعي والدرج بتاعي عامل كده وكمان عندي درج هنا وعندي درج هنا وده الاسانسير. لما اخد شريحه من السلم هنا هتبقى عامله ازاي؟ ركزي بقى معايا. الشريحه هنا هتبقى عامله ازاي؟ مش تبقى من هنا بقى لهنا، لا دي الشريحه دي عباره عن ايه؟ ايه الفرق بينها وبين دي؟ الشريحه دي عباره عن كده. عباره عن ان انا عندي سلم كده وادي عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وعمود هنا عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وادي الدرج ده. فيطلع السلم هنا. لكن الحالة دي ركزوا بقى معايا، أنا عندي هنا إيه؟ لو أنا هرسم ده كده، عندي هنا سبورت بدأ بميل طلع كده انتهى سبورت بتاع الحيط. وده الشكل بتاعنا. هو ده مش تلات أبواب؟ ما أنا هاخد شريحة واحدة بس. الناحية التانية هو اللي زي ده صح؟ الشريحة الناحية التانية عبارة عن إيه؟ هعملها هو عشان أسهل على نفسي أهو. اطلع برضو انا عاوز ارسم اللي هنا دي ارسمها ازاي؟ ودي تطلع كده تطلع كده تطلع كده وادي السبورت بتاعي هنا اهو. في اسهل من كده؟ نطول من السن كده عشان يبقى شكله كويس. المومنت عليه ازاي؟ المومنت عليه بمنتهى السهوله. بالمناسبه يا شباب السلم كاميرا وكسرها فتسليحها زي تسليح الكاميرا العاديه. يعني لو انتوا متخيلتوا معايا ان الكاميرا دي اتفردت بقت كده الكسره دي اتفردت وبقت كده ما هو نفس المومنت ده. ايه المومنت اللي عليها يعني؟ في مشكله؟ تمام؟ واصله كده ولا فيها حاجه؟
استحى زي ده بالظبط البلاطه هتطلع بقى. ركزوا احنا عاوزين دلوقتي نرسم التسريح ده اللي هو ده كده. هيبقى عندي عباره عن ايه؟ هيبقى عندي عباره عن كده. ده قطع بلاطه تكمله بلاطه. ده عندي هنا سبوره هسلح انا عادي خالص حديد البلاطه كده. حديد السلم من هنا كده عادي خالص هينزل ويطلع كده ويطلع كده. اسف هيطلع كده ويطلع كده ويطلع كده ويطلع كده. بس بدل ما السيخ ده سيخ لوحده كده لا ده هيبقى تكمل السيخ بلاطه هيخش في البلاطه. وصلت؟ بس احنا ما بنعملش تسريح ده احنا مش مدخلين التسريح. لا ما تدخلوش هيدخل ليه؟ هو بالمناسبه يعني اصلا 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 المفروض انشائيا ان ده كلام غلط. ليه كلام غلط؟ لان السلم اصلا ده سبورتد من كل حته فيه لان في شيء يقول انت مهملها. انت اشمعنى عامل لي هنا السبورت هنا؟ الحقيقه لا الحقيقه ان في سبورتات مستمره على السلم. وجوده جنب الكور اصلا. وجود السلم جنب الكور مخليه في سبورت مستمر. وهو بلاطه ولا ليه اي 30 لازمه بالنسبه ليه؟ لكن عشان يعني نرسم السلم بتاعنا المعتاد بنعتبر ان السبورت بدايته هنا ونهايته هنا. بس ده مش حقيقي ده السبورت مكمل اصلا. طب ايه ده سهل حته ان هو ممكن يكون يقصد ان انت عاوزه دي الحته هنا يا شرط حطي الحديد الراسي يمين وشمال وحطي الكلام بس هو ده بس هو لو مش انا مش ايه ليه يتعمل كده المفروض ما يتعملش. يعني انا هوريكم اي تفصيل السلم مثلا عادي زي ده ما يتعملش. يتعمل ليه؟ الحته اللي احنا دي الحته دي احنا قلناها قبل كده مع بعض وشرح وعدناها تاني دلوقتي. هو بيبقى متضايق قطع لو مفيش كمر انما لو عندي كمر بحط جزء كمر. ايوه صح سؤال مهم. طب لو انا عندي مش بلاطه عندي في الاخر كمرات حوالين السلم وبرسمها مش دول بيتسلح بس ترسم. طب انا عندي في الارض في كمرات وفي الباقي لا ارسمي اي واحد منهم. ارسمي واحد بس ارسمي متكرر الاسهم. هو انا بحط كمر كل لوحه الافضل ان احط في كل لوحه التفصيله بتاعته. محدش قولوا لي محدش عاد بيعمل تحبيط حمام. السؤال بقى المهم السؤال ده احنا كنا عملناه مع بعض وعدناه دلوقتي اللي هو ازاي تختار بين الكبس. سؤال بقى تاني مهم خالص وشفته في الاسئله اللي انت بعتها لي تقريبا الاسئله اللي احنا عملناها دي كلها مطلوبه. الريتيننج وول الريتيننج وول تتصمم ازاي الريتيننج وول؟ اذا سالنا انا عندي المبنى كده اهو وادي الريتيننج وول. لا انا ما صممناهاش ما تقلقيش احنا ما بنصممهاش المباني ما بنصممهاش في المباني العاديه احنا ما بنصممهاش لكن هي لانها بتطلع مينيمم دايما فما بنصممهاش بنفرضها على طول 20 او 25 سم و 6 في 12 تسلح. لكن انا بقول لكم بس ايه تصمم ازاي بقى انا عاوز اصممها بس انا راجل فدائي وهقرر اصمم السؤال ده ممكن تسالوه ده ايه ده سقف الايه الروم الحائط مش بس حد يتخبط مني ولا حاجه الرخي يلا حد يقول لي بقى حد شاطر كده يقول لي نفترض ان هي كده لحد ما نسيب الشارع ولا لحد ما نسيب الشارع والله ما نطلع عليه تمام. التربه هتيجي على شكل مثلث اول حاجه تربه تربه هتعمل مثلث ده بعد كده الله يفرض العربيات والناس اللي حوالين المبنى هتعمل مستطيل وده اير سيبريشن اهو وده لايف لو تعمل حاجه ثانيه في حاجه ثانيه لو عندي منسوب بنيه جوفيه لو افترضنا يعني ان انا عندي منسوب بنيه جوفيه هنا كده يبقى يعمل هو كمان مثلث ضغط مية ووتر ماشي لو افترضنا ان انا عندي يبقى الشرنكج بتاع الريتيننج بتحط كل لا ده مش شرنكج ده تسليح كامل الريتيننج يقول يا جماعه بتسلح زي الفلات سلاب رئتين حديد ملهاش دعوه بقى بشرنكج ومش شرنكج يعني ما ينفعش الحديد ده مش حديد شرنكج ده شبكه كامله شبكه كامله يمين وشبكه كامله شمال انت معايا الريتيننج وول بتسلح شبكات زي مقلوب الفلات سلاب يعني بتسلح ازاي شبكه كده راسيه كده وشبكه راسيه كده
وعليها هنا فرش وغطا وهنا فرش وغطا تمام. تصميمها ايرث بريشر هي فلود ووتر بريشر. انا كده خلصت من كل الاسئله. قول الكاميرا لما تيجي تشرح يعني نتيجه الشير لان الشرح بيبدا من فوق ولا اول ما يبدا الشرح. الكاميرا لما بتيجي تشرخ بسبب الشير يبدا من النص ولا من فوق ولا من تحت؟ السؤال ده ما حدش انا شفت السؤال زي كده. الشير عباره عن شروخ بتبدأ على زاويه. سببها الاساسي تداخل الاحمال. طب هو ممكن يسال مثلا احنا دلوقتي عملنا شوكه